السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبة المشاهدين، وأهلا بكم بتغطية خاصة عبر قناة الأيام الفضائية. وهذه المرة تغطيتنا الخاصة من جمهورية مصر العربية. قناة الأيام الفضائية مثل ما عودتكم دائما تخلي مشاهد القناة بكل الفعاليات السياسية الاقتصادية الدينية الأمنية وغيرها من هذه الأمور. قناة الأيام الفضائية رافقت وفد مجلس الوزراء وبرئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد محمد الشياع السوداني اللي وصل اليوم إلى جمهورية مصر العربية وبالتحديد منطقة أو مدينة العلمين، هذه المنطقة الحديثة بالبنى التحتية الكبيرة جدا. دولة رئيس الوزراء ما اقتصرت زيارته فقط مع السيد عبد الفتاح السيسي، ولكن أيضا اجتمع مع رجال أعمال مصريين لبحث كثير من الجوانب اللي مهمة اللي ممكن أيضا نسخ بعض التجارب الناجحة وجلبها إلى العراق. أحبة المشاهدين، تغطيتنا حتكون من مدينة العلمين المصرية، وراح نلتقي ويا الكثير من المشاركين من رجال أعمال ومحللين سياسيين يتكلمون عن هذه الزيارة المهمة. ابقوا وياي. مبدئيا نعتقد العراق من خلال وجود دولة الرئيس الأستاذ محمد الشياع السوداني في مصر يطمح لمناقشة محاور عديدة جدا، وقد تكون من أولويات المحاور التي سوف يتم تناولها من قبل دولة الرئيس مع السيد السيسي، والتي أعتقد تم مناقشتها هو مناقشة القضايا الإقليمية وخصوصا الحرب الفلسطينية في غزة التي بدأت تؤثر سلبا على عموم المنطقة، وهذا ما حذر منه دولة الرئيس مع بداية أزمة وحرب وعملية طوفان الأقصى. نبه عموم الرؤساء العرب إذا لم يتم التدخل وإيقاف هذه الحرب فالمنطقة سوف تشتعل، وفعلا بدأت المنطقة تتأثر سلبا. لذلك أعتقد من أهم القضايا اللي تم مناقشتها هذا اليوم من قبل دولة الرئيس مع السيد السيسي هي موضوع الحرب الفلسطينية والعمل على إيقاف هذه الحرب. الزيارة في هذا اليوم هي الغرض منها توطيد العلاقات العراقية المصرية على مجالات عدة على المستوى الاقتصادي والتجاري وأكيد الاستثماري. لماذا مصر قد تكون الآن من أكثر الدول العربية تمتلك خبرة كبيرة جدا في موضوع البنى التحتية؟ أضف إلى ذلك عموم الشركات المصرية من حيث الكلفة قد تعد هي من أقل الشركات كلفة، وبالتالي هذا ما يناسب وضع العراق الاقتصادي في موضوع الإنجاز. الغرض أكيد هو الاستفادة من خبرة الشركات المصرية في موضوع البنى التحتية. اليوم تشهد مصر الشقيقة زيارة دولة رئيس وزراء العراق السيد محمد الشياع السوداني، وتم خلال هذه الزيارة لقاء مع فخامة الرئيس السيسي ونقاشات موسعة بين الجانبين وبحضور الوفدين، الوفد العراقي ونظرائهم من الجانب المصري. وفي ختام هذه المباحثات التي كانت جادة وحقيقية وصريحة وواقعية، تم عقد اجتماعات مع رجال الأعمال والشركات المصرية الكبرى العاملة والتي ترغب العمل بالعراق. وخلال هذه الاجتماعات طلع دولة الرئيس على المشاكل التي يعاني منها رجال الأعمال والشركات الكبرى في دخولهم إلى السوق العراقية، وتم مناقشة هذه المشاكل كتسجيل الشركات وكمنح سمات الدخول ومشاكل أخرى مصرفية ومالية وإجازات استثمارية. وتم مناقشة هذه المشاكل ومحاولة إيجاد الحلول المناسبة والربط بين الأشقاء في مصر ونظرائهم في العراق في كافة المجالات لإيجاد الحلول المناسبة لهذه المشاكل. لدى مصر تجربة كبيرة في موضوع حل مشكلة السكن والقضاء على العشوائيات، وتم بناء مدن كثيرة حديثة ومتطورة، وكذلك بناء الطرق الحديثة وربط المدن ببعضها البعض
واختصار الوقت وفك الازدحامات من خلال بناء الجسور. لديهم خبرة كبيرة وبالإمكان نقل هذه الخبرة والتجربة إلى العراق، بالإضافة إلى خبرتهم في مجالات أخرى في مجال الزراعة والصناعة، ولديهم كوادر ممتازة وخبرة طويلة، وأعتقد الفرصة مؤاتية الآن لنقل هذه الخبرات إلى بلدنا العزيز. المشاهدين، الآن لقانا مع أحد رجال الأعمال المصريين الأستاذ محمد سعد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نرحب بك في قناة الأيام الفضائية بلقاء، وحقيقة يعني شاهدنا عملكم كمستثمرين ورجال أعمال في مدينة العلمين. احنا وصلنا لهذه المنطقة إنجازات كبيرة جدا. كان عندكم لقاء مع دولة رئيس الوزراء السيد محمد الشياع السوداني. ماذا تنظر اليوم لمستقبل العراق بموضوعة الاستثمارات خاصة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. احنا فعلا سعداء بهذا اللقاء من دولة الرئيس، شرف مصر وعلى وفد رفيع المستوى من مجلس الوزراء. احنا فعلا متطلعين بعد النقاش الإيجابي اللي تم على مدار الساعتين اللي فاتوا، احنا متطلعين تماما للتعاون مع الجانب العراقي. مصر في الفترة اللي فاتت العشر سنين الأخرانيين فعلا عندها طفرة كبيرة جدا في البنية التحتية وفي الصناعة، تقدر جدا تنقل هذه الخبرات، وعندها استعداد تام انها تعمل مشروعات في البنية التحتية، مشروعات عملاقة ممكن جدا تفيد الجانب العراقي. نعم. اضافة الى موضوع الاستثمارات وغيرها من هذا الموضوع، العراق يعاني من ازمة وهي ازمة سكن. لديكم تجربة مهمة جدا بالقضاء مثلا على موضوع العشوائيات، هذه ممكن تنقل وتستنسخ الى العراق؟ طبعا بالطبع اكيد. احنا فعلا قضينا على أماكن كتيرة جدا بالنسبة للعشوائيات، أصبح عندنا شركات في المقاولات في الإسكان، شركات كبيرة جدا ولها باع ولها خبرة كبيرة جدا. سمعنا من دولة الرئيس إن في شركتين من الشركات المصرية وقعوا بالفعل عقود للإسكان لمنطقة سكنية عندكم، وأعتقد إن جواهري طبعا عند حضرتك اللي عندك أوراسكوم وقعت عقد كبير جدا مع العراق في إنشاء مدينة سكنية. الشركات التانية طلعت مصطفى، الشركات التانية اللي عندها باع كبير عندها استعداد انها تخش السوق العراقي، واعتقد الجانب ده هيحصل فيه نجاحات كبيرة جدا. نعم. متفائل بمستقبل العراق الاستثماري والعقاري وغير؟ احنا دايما متفائلين بالعراق على فكرة، يعني احنا الشعب المصري بيحب جدا الشعب العراقي، لان بنحس ان احنا دول لها حضارة، عندنا تاريخ، احنا الاثنين عندنا تاريخ. لما بروح العراق، انا رحت العراق كتير على فكره الفتره السبع ثمان سنين اللي فاتوا، عمري ما بحس ان انا غريب، بحس ان انا كاني موجود في مصر. ففعلا طبعا انا شايف ان فيها تبقى نجاحات كبيره. فخامه الرئيس السيسي رئيس جمهوريه مصر العربيه تحدث مع سياده رئيس الوزراء ووصف جمله جميله جدا لك تفسير كرجل اعمال، قال انه العراق اذا قوي هو سند للامه العربيه وسند حتى لمصر. احنا دايما بنتطلع للعراق القوي، أكيد سند للدولة الأمة العربية كلها. العراق قوي، مصر قوية، سوريا قوية، بلاد العربية قوية، ده شيء يدعم الأمة العربية أكيد 100%. أحبتي المشاهدين، لقاءنا الآن راح يكون مع الأستاذ سرمد البياتي الباحث بالشأن السياسي والأمن. نرحب بك أستاذ سرمد. أهلا وسهلا، مرحبا أستاذ سرمد. اليوم زيارة دولة رئيس الوزراء إلى جمهورية مصر العربية، ونعرف وزن مصر بالعالم العربي والعالم الإسلامي وفي المنطقة عموما في الشرق الأوسط. ماذا يستفاد العراق أو ما فائدة العراق من مثل هيك زيارات، وأيضا فائدة مصر من العراق؟ تحية لكم. بداية الزيارة أتت بدعوة من السيد رئيس جمهورية مصر العربية السيد عبد الفتاح السيسي، والآن هنالك علاقات أوسع
تتنامى بين العراق ومصر فيما يخص وخاصة فيما يخص مجال الإعمار يعني حقيقة. وأنا أرى بأنه خطوة رئيس الوزراء ممتازة جدا. لماذا؟ لأنه إحنا وإنتي يمكن لمسنا مستوى البنية التحتية اللي شفناها إحنا في مدينة مثل العالمين، مستوى الطرق ومستوى الجسور كان رائع جدا. فماكو ضير أنه إحنا أحسن ما نعتمد على الدول الغربية والدول الشرقية، ممكن هذه الدول إحنا نرتبط بها بروابط اللغة والدم والدين، ممكن أن هم يستفادون وإحنا نستفاد. أيضا بالإضافة إلى ذلك، يعني هنالك الآن اجتماع طبعا السيد رئيس الوزراء مع مجموعة شركات استثمارية أيضا من أجل طرح ما ينون فعله في 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 العراق مختلف الأمور. بالإضافة إلى ذلك ما ننسى أنه الآن المنطقة تمر بأزمة كبيرة. الآن اليوم السيد السيسي قال، السيد السوداني قال، العراق القوي هو سند للأمة العربية وسند إنه. هذا كلام كبير. إذن هم بدأوا يقيمون الوضع العراقي الجديد، وهذا موضوع مهم جدا. لذلك تشوف بأنه مصر ما ممكن أن تتخلى عن العراق في 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 مثل هذه الظروف. تعرف المنطقة هنالك تهديدات إيرانية للكيان الصهيوني، كيان له نية الرد، أمريكا موجودة، فرنسا، بريطانيا، الكل تتعهد بالدفاع عن الكيان الصهيوني. هذا الموضوع خطر، ممكن أن يجر المنطقة إلى حروب كبيرة. لذلك الآن مصر تقوم بعمل كبير مع قطر ومع الولايات المتحدة الأمريكية في مجال تعرف المباحثات اللي الآن اللي تدور. العراق أنا أقول لك كسياسة، يحاول السيد رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة أن ينأى بالعراق عن الدخول في مثل هذه المماحكات والإشكالات. لماذا؟ لأن تعرف إحنا القاعدة مرت علينا، التفجيرات، داعش، هذه كلها ظروف مرت بالعراق وأثرت على العراق، أثرت حتى على موارد الاقتصادية. إحنا لو ما هذه التنظيمات الإرهابية كان ممكن إحنا الآن في مجال الكهرباء نحتاج في كل المجالات، مجال تطوير الحقول النفطية، البنى التحتية اليوم. يعني أنت يعني أنا دائما أقول يعني في كل مكان من أنه إحنا 21 سنة مبانين، شنو الضير إذا الآن نشوف في بغداد بناء جميل دي يبني، قد يكون منتصف 25 راح نشوف بغداد بحلة أخرى. سرمت، بما أنه تكلمت عن التطور الكبير بالبنى التحتية في العالمين، هل تعمد الجانب المصري أن يستضيف دولة رئيس الوزراء في هذه المنطقة ليبين قدراته بموضوع الإنشاء والبناء وغيره؟ سؤال ذكي جدا، وانا اعتقد يمكن واحنا بالطريق قلت لكم انه العالمين مدينه طبعا جرت بها من اشهر الحروب العالميه، درسناها بالمعاهد العسكريه والهذه. لكن هم ايضا اذكياء وهذا حقهم، بالعكس هذه مصلحه متبادله بين الطرفين. فعلا من دخلنا وشفت من المطار الى المدينه، اعتقد كلكم يعني شاهدتم بام عينكم شنو مستوى البنية التحتية اللي عامليها. يعني جسور على طرق، يعني طريق 8 سايدات، يعني انتبهتوا على الطريق؟ يعني منا 8 سايدات، من هذا عمل كبير. احنا يا ريت ينقل هذا العمل الى الطرق بين المحافظات. لماذا احنا الحوادث اللي تحصل كثيرة، يمكن هذا مثل هذا الطريق ما يصير به حادث، يعني مستحيل، يعني انه الكل مؤمنة تصير في مجال واسع جدا. والجسور انتبهت، والقرى السياحية، وتشوف انت هذا احنا المكان اللي بيه المجمعات، يعني كأنه دولة أوروبية. مع العلم العالميين مدينة صغيرة، يعني صحراء، انتم انتبهتوا؟ صحراء، زرعوا الصحراء، بنوا بها، شفتوا البنايات اللي مستوى 50 و60 طابق تبنوها؟ يعني حقيقة شيء رائع، وأتمنى أنه تنقل هذه التجربة إلى المدن العراقية. نعود إلى القضية المركزية والقضية الأهم اليوم اللي تمس العالم الإسلامي والعالم العربي، وهي القضية الفلسطينية. أكد السيادة السوداني على وسيادة الرئيس جمهورية مصر العربية على حق فلسطين، حق الفلسطينيين بإقامة دولة عاصمتها القدس. شنو تفسير هذا الموضوع بهذا التوقيت؟ شوف، أنا دائما أذكر بالفضائيات، احنا هذا الجيل ربينا من السبعينات على حب فلسطين، على هدف واحد هو تحريرها. شوف
على اختلاف الأنظمة واختلاف الحكومات، لكن هذا الهدف ثابت عندنا يعني من 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 طول هذه الفترات. لذلك يعني أنتم يعني شعب فلسطين يعني وغزة بالذات يعانون معاناة كبيرة جدا يا أستاذ، يعني القتل، تدمير غزة دمرت 60% أو 70% منها، الشعب بدون أكل بدون، كيف ما أنت الطالب لهم؟ لذلك يجب أن الطالب لهم، أنت مشكلة أنت تدخل حرب ويا إسرائيل، يعني هاي أني مشكلة واحدة المشاكل، تعرف أنا مهتم بالشأن الأمني، يعني إسرائيل أنت بس قاتل إسرائيل، تقاتل إسرائيل وفرنسا وبريطانيا والغرب كله تقاتله، لأنه تذكر الرد الإيراني اللي أسقطت المسيرات والصواريخ، والله اشتركت فرنسا واشتركت بريطانيا واشتركت أمريكا. طيب احنا ما واصلين لا قدراتهم هذا الموضوع، اذا ناخذ من عندهم هذا الحق، ما ممكن انه يترك ابدا، احنا كعرب وعراقيين بالذات ما ممكن ان نترك هذا الحق انه اقامه الدوله الفلسطينيه. شكرا جزيلا حبيبي، الله يحفظك. طبعا احبه المشاهدين، تغطيتنا تغطيه قناه الايام الفضائيه من جمهوريه مصر العربيه من مدينه العالمين، هذه المدينه السياحيه، ونرافق دوله رئيس الوزراء بجولته في مصر، وأيضا نلتقي مع المختصين بالشأن الأمني وأيضا الشأن الاقتصادي وغيرها من المجالات. ابقوا يعني. مشاهدين الآن لقانا مع الأستاذ حيدر الموسى، والباحث بالشأن السياسي، وأيضا هو ضمن الوفد المرافق لدولة رئيس الوزراء. رحب بك أستاذ. حياكم الله، أهلا وسهلا، مرحبا. زيارة بتوقيت مهم جدا، مثل ما تعرفون المنطقة الحرب القائمة من الكيان الصهيوني على قطاع غزة. خلينا نبدأ بهذا المحور المهم جدا اليوم، سيادة دولة رئيس الوزراء السيد السوداني وفخامة الرئيس المصري السيد عبد الفتاح السيسي أصروا على موضوع واحد، انه حق فلسطين بإقامة دولة عاصمتها القدس. ما هي الرسالة اليوم اللي حب يوصلها العراق ومصر بآن واحد؟ نعم، شكرا جزيلا. كما تعلم ان العراق هو يعتبر منطقة التلاقي، وهذه الزيارة تأتي الى دولة مثل دولة مصر باعتبار هذه الدولة مهمة جدا على المستوى الجيوسياسي، على مستوى انها متاخمة للحدود منطقة النزاع والصراع، وبالتالي أن السيد رئيس مجلس الوزراء هو حرصا منه على أن يكون موقف العراق ورسالته واضحة في إيصالها إلى المجتمع الدولي من خلال اللقاء بعدد من زعامات الدول في المنطقة بضمنها رئيس الجمهورية المصري عبد الفتاح السيسي. كان هنالك نقاش يعني وبحث مستفيض حول إمكانية تقريب وجهات النظر لأن يكون بلورة موقف موحد بالنسبة للصف العربي والإسلامي تجاه ما يحدث من غزة من جرائم ترتكب، إبادة جماعية بحق الأطفال والنساء، وعلى ما يبدو حتى هذه اللحظة يعني منذ أشهر طويلة وجميع تلك الدول الداعمة للكيان الصهيوني الممثلة بواشنطن وبالمحور الغربي لم تجد هنالك يعني مواقف واضحة وجلية، يعني على ما يبدو أن هنالك تراجع في داخل المنظومة العربية على الأقل عدد من الدول، ولكن على مستوى العراق على ما يبدو أن رسالته تريد أن تدفع باتجاه أن يكون هنالك موقف لجميع دول المنطقة، أن يكون أن تتجاوز يعني ظاهرة أو فكرة الاستنكارات والإدانات والارتقاء بمستوى أن يكون هنالك تحقيق يعني وضع مختلف، وضع يعني مجتمع
عفوا وضع يعني متفق عليه من جميع الدول في المنطقة بما فيها دولة مصر. اليوم في مصر، غدا سوف يكون هنالك أيضا زيارة السيد رئيس مجلس الوزراء والوفد الحكومي إلى تونس. المحور الأهم هو بصراحة يعني التركيز الأساسي هو على قضية ما يحدث في فلسطين. نفتح هذا الملف أيضا، دولة رئيس الوزراء كان عنده لقاء مع رجال أعمال مصريين، رأيك بنقل التجربة الاستثمارية؟ التجربة الاستثمارية أولا، وأهم يعني أهم شيء في هذه الزيارة هو الحديث عن إمكانية وجود تكامل اقتصادي بين الدول في المنطقة. دولة مصر من جانبها هي التي بادرت وهي التي صاحبت الدعوة في هذا المجال، ورحبت بالعراق أن يكون هنالك يعني توقيع مذكرات تفاهم أو اتفاقيات حول أن تكون هنالك شراكة مستديمة ما بين البلدين، وهذا المنهج تؤمن به حكومة السيد السوداني الحكومة العراقية، والتي تعتقد بأن الانفتاح الاقتصادي على جميع دول المنطقة سوف يحقق لدينا هدف استراتيجي وأساسي، وبمعنى أن تكون هنالك تقارب في الملفات السياسية وما يحدث في جميع الأزمات في المنطقة، بمعنى أن التكامل الاقتصادي هو الذي سوف يبلور موقف واحد ضامن تجاه الأزمات التي تعصف بالمنطقة. حيدر، سؤال مهم جدا على هذا الموضوع اللي حقيقة اليوم نجد من حضرتك ممكن تفسير. العراق لديه اتفاقيات اقتصادية مع الجمهورية الإسلامية في إيران، لديه مشروع استراتيجي مهم مع تركيا، مع قطر، مع الإمارات، وأيضا تواصل اقتصادي كبير جدا مع مصر. هل العراق فعليا وتحت ظل حكومة السيد السوداني عاد لوزنه الإقليمي الحقيقي؟ بلا شك العراق اليوم في ظل حكومة السيد السوداني يشهد نوعا ما استقرار وهدوء في المناخ السياسي، ليس كما كان يحدث في السابق. يعني كما تعلم العراق مر بمنعطفات كثيرة، منها ظروف أمنية، منها مشاكل، وبعد تحقيق الانتصار على التنظيمات الإرهابية داعش ومشتقاتها وغيرها، تبلور هنالك وجود دولة حقيقية في ظل حكومة السيد السوداني. هذه الحكومة تعكس تصورات ورسالة جميع الطيف السياسي العراقي، وهنالك إجماع على أن يكون العراق لاعب إقليمي مهم، وكما كان في السابق، ويتمكن من أن يعطي رسالته، باعتبار أن العراق هو من الناحية الجغرافية هو يجمع جميع الموقع الجغرافي يمكنه من أن يلعب دور مهم. ثرواته الاقتصادية، النفط كما تعلم فيه فرص كبيرة فيما يخص قضية الجذب الاستثماري، ليس كما كان يشاع أن الوضع الأمني مقلق وبالتالي أن رأس المال جبال وهنالك عدم إمكانية يعني استقطاب للشركات الاستثمارية. على العكس، اليوم العراق يشهد حالة من الإعمار، كما تعلم في بغداد اليوم مشاريع البنى التحتية، الخدمات، الجسور، الأنفاق، غيرها، هذه كلها تحدث اليوم في ظل هذه الحكومة، حكومة السيد السوداني. بالتالي يعني هو في نفس الوقت هو يعطي مساحة للتعاطي والتعاون في الجانب الاقتصادي مع الجميع بدون استثناء، وهو منفتح على جميع الأطراف، من جانب مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مع تركيا فيما يخص قضية طريق التنمية، فيما يخص حتى الدول الأوروبية وغيرها من الدول، هو يعني أبوابه غير مغلقة، وهذا ما يميزه. وموقفه أيضا الواضح في الانفتاح على دول أخرى، مصر وتونس ودول المغرب العربي، وهنالك زيارات أخرى، هذا يؤكد على أن العراق من خلال عملية تقديم يعني عفوا توجيه تلك الدعوات من قبل هذه الدول التي كانت في السابق يعني مترددة، يعطي انطباع وتصور أن هنالك فرصة كبيرة في العراق اليوم، وأن العراق عاد إلى المراتب الأولى ويلعب دور كبير في حتى الأزمات التي تحدث. شكرا جزيلا. بالتأكيد الزيارة لها بعدين، البعد الأساسي والبعد السياسي وتحولات في المنطقة وتغييرات الجيوستراتيجية التي تشهدها المنطقة، فبالتالي تعزيز دور العراق المحوري في المنطقة وأهمية التحشيد السياسي، وكذلك عودة العلاقات الثنائية فيما بين العراق مثلا وتونس، يعتبر نوع من أنواع التحشيد السياسي فيما يخص القضايا الإقليمية. دور العراق كما أشرنا دور محوري، وبالتالي أيضا هو يعزز ويمكن القرار السياسي العراقي
ويكمل الرؤية الإقليمية بتصوري، وكذلك حتى بالعودة إلى الزيارة إلى مصر. مصر دولة مهمة، وبالتالي العراق لا يقل أهمية، وبناء القرارات الثنائية في القضايا الجوهرية التي تتعلق مثلا في حرب غزة، إنهاء الحرب، إنهاء المعاناة بالنسبة للشعب الغزي، بتصوري هذا يصب في مصلحة المنطقة بشكل عام، ومحاولات نزع فتيل الأزمات، وكذلك هو مؤثر على استراتيجية المنطقة بشكل عام. أما فيما يخص مثلا الجانب الاقتصادي، الجانب الاستثماري، فبالنظر إلى أجندة السيد محمد الشياع السوداني في محاولة يعني تنشيط الاقتصاد العراقي، وخصوصا من خلال القطاع الخاص، من خلال عودة المشاريع الاستثمارية، فأعتقد بدأنا نجني ثمارها من خلال المذكرات التي عقدت قبل فترة فيما بين الجانب العراقي والجانب المصري من قبل عام، وبالتالي سنشهد المزيد من تعزيز العلاقات وتوطيد أيضا الجانب الاقتصادي. يعني أنا أعتقد من خلال المكان اللي تواجد به الوفد كان يبدو واضحا أنه هناك تأثر بالتجربة، وبالتالي حتى اللقاءات التي عقدها الفريق الحكومي بقيادة السيد محمد الشياع السوداني مع الجانب المصري ورجال الأعمال والمستثمرين المصريين هو يوحي عن إقامة مشاريع مشابهة، وربما يعني من بعد عام من العمل والتخطيط، وأنتجت الزيارة المزيد من التفاهمات، وبالتالي سنشهد بتصوري سنشهد اتمام للاتفاقيات فيما يخص الجانب الاستثماري والجانب الاقتصادي. أحبتي المشاهدين، إلى هنا تنتهي تغطية قناة الأيام الفضائية لزيارة دولة رئيس الوزراء السيد محمد الشياع السوداني إلى مدينة العلمين المصرية. الأيام اللي غطت والتقينا مع المحللين السياسيين ورجال الأعمال اللي تحدثوا عن ممكن نسخ تجارب النجاح اللي حصلت في هذه المدينة ومدن أخرى مصرية. يا رب إن شاء الله التغطية عجبت مشاهد قناة الأيام الفضائية، ونلتقيكم بتغطيات أخرى. إلى اللقاء.